ولم تكن هذه الحركة هي الوليد الوحيد، وإنما كانت جزءاً من طيف من الحركات التي تناخى فيها شباب العراق. ونحن نتحدث عن العراق في ظل نظام حزب البعث وجرائمه وتحدياته للإنسان وللفكر وللإسلام وتجاوزه على كل القيم وإعدامه لخيرة رجالات العراق، وقد ضيعوا العراق تماماً، حتى أن البعض يقول: لماذا تكرهون البعث كل هذا؟ قلت: وهل أبقى البعث للعراق شيئاً؟ سيادة العراق انتهت، رجالات العراق أعدمت، المقابر الجماعية، الأسلحة الكيميائية، والقائمة تطول من الجرائم التي انتهت بالعراق، البلد القوي الغني الأصيل، إلى بلد مهمل لا يعد في صفاف الدول التي تمتلك كل هذه القدرات. ومن يخرج على البعث صاحب المقابر الجماعية يعني وضع نفسه أمام عملية الاستشهاد المحقق، الذين تصدوا في انتفاضات المتكررة التي عاشها الشعب العراقي، وهذه من حيوية الشعب العراقي، انتفاضات صفر وانتفاضة شعبان وانتفاضة ضد الإرهاب والإرهابيين وداعش والقاعدة والزرقاوي، هذه تدل على حيوية الشعب العراقي وعلى ديمومة الحالة التي تتصدى لكل ما يمكن أن يعرض العراق. ونقوله دائما: إذا أحس العراقيون بحيف أو ضيم على العراق يلتفون على بعضهم ويتناسون حتى الخلافات فيما بينهم من أجل مواجهة الخطر الأكبر، وهذا الذي يحصل في كل المحطات التي مرت بنا في العراق، والحمد لله.